السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين تقرير ريال مدريد يفتح ملف رياض محرز، يعني وين السيتي يحدد سعره حسب انا هذه ما حسب الصحافي الاعلامي المعروف يعني رومانو الصحفي تاع سكاي نيوز، يعني هذا الصحفي اللي عنده كيما نقولوا حنايا التقارير تاعو كلش، عنده المصادر تاعو. بينا حنا دروك محرز وين ما يروح يلعب، ريال مدريد، برشلون، ولا كيسموها باريس سان جيرمان، ولا ميلون، ولا وين ما يروح عنده بلاصتو، عنده المكانه تاعو. رياض محرز وين فتح ريال مدريد ملف التعاقد مع الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي خلال فتره انتقالات الصيفيه، خاطش مازال ما الى راهم معاه في تفاوض، ما على بالناش، ما كاش لي على باله. حنا دروك راني نتبع في هذا المقال اللي داره نشره رومانو، هذا فابريزيو رومانو صحفي تاع سكاي، يعني وين عنده مصادر موثوقه. وين فتح ريال مدريد ملف التعاقد مع الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وينتهي عقد رياض محرز مع السيتي في نهاية الموسم المقبل. حنا المهم رياض محرز نعرفوا كما يقولك نعرفوا بلي لعاب كبير، لعاب لأي نادي يتمناه، وين هي كما نقولوا حنايا مانشستر سيتي وين ترفض يعني طلبات تاع الانديه الانجليزيه، ماشي باغينو يروح لمانشستر يونايتد، ماشي باغينو يروح لتشيلسي، يعني كاين كيسموها هذيك اللي بغيت تكذبها الشركه السعوديه، شركه كبيره سعوديه بغيت تكذبها، يعني واقيلا كريستال بالاس واقيلا، ولا نيوكاسل، وين يعني وين ماشي باغيين يبيعوه محرز للانجليز، ماشي باغي يبيعوه، خايفين وين ردة فعل تاع رياض محرز تكون قوية، يعني والجماهير تاع مانشستر سيتي الدور الإدارة هذه هي اللي خايفين منها، وما يحوس على الدراهم. وين ينتهي عقد رياض محرز مع السيتي بنهاية الموسم المقبل، ويستعد يعني ريال مدريد بحسب يعني هذا الصحفي تقديم عرض للتعاقد مع رياض محرز لتدعيم الهجوم هجوم ريال مدريد الموسم المقبل. واوضح التقرير ان مانشستر سيتي وين حدد سعر من 50 مليون الى 60 مليون استرليني للتخلي عن خدمات رياض محرز، واعرب يعني وكيل اعمال اللعاب عن اعجاب رياض محرز، يعني وفق لفابريزيو رومانو صحفي تاع سكاي، انا ما نجمش نقول لكم 100%، راني نقول فيها على حساب رومانو هذا اللي طلقها البارح، ما نعرف انا ما نجموش نقولوا 100%، عاب لي عنده كيما يقول لك متابعين تاعو، عنده كاين سبحان الله. ومفاوضات ريال مدريد مع رياض محرز جاءت بعد ايام قليله من اعلان مانشستر سيتي التواصل الى اتفاق مبدئي مع دورتموند بشان النرويجي هولاند، يعني ما بقينا سنيه مازال ما سنياش مع البنات 100% مازال. وشارك رياض محرز مع مانشستر سيتي خلال الموسم وقدم يعني اداء كبير، يعني بتسجيل اهداف، وان هو هو هداف النادي، هو اللي راه هداف النادي، يعني المهم وان رياض وان يحتل ريال مدريد يعني المرتبه الاولى والتاهل الى النهائي تشامبيونز ليغ، يعني وين
يعني عنده انا ماذا بيا خويا يروح، انا ما نكذبش عليكم، يعني ماذا بيا لو كان يروح للريال مدريد. ريال مدريد تشوف وين انشيلوتي، يعرف رياض محرز، انشيلوتي كان في انجليز وشاف رياض محرز امامه يعرف هذيك. حنا ان شاء الله بربي انا ما نكذبش عليكم، كي تولي رياض، كي تولي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لا انا ما نكذبش، يروح لريال مدريد، يروح لريال مدريد خير. يبقى لعاب معلومة. شوفوا ما كاين زوج كما نقولوا حنايا، وين يستعد نادي مانشستر سيتي لمناقشة جديد عروض رياض محرز وراحيم ستيرلينغ هذا الصيف، ويسعى مانشستر سيتي لعملية إحالة وتجديد شمل في الهجوم الذي بدأ بعقد مع هولوند وقبله أبريز يعني ويشاك جابرييل خيسوس على وين يوشك جابرييل خيسوس كذلك على الرحيل. وكشفت كتيبة كاتب صحفي أن هناك عدة عناصر غير قابلة للبيع في السيتي، لكن الإدارة تبدو جاهزة لمناقشة عروض خاصة بكل من رياض محرز ورحيم ستيرلينغ، إذ لا يرغب الفريق في أن يغادر محرز الذي ينتهي عقده في 2023 بطريقة مجانية، خاصة وأن عقده لم يجدد بعد. أما زميله ستيرلينغ فتضاربت أنباء حول إمكانية التحاقه بنادي توتنهام، على الرغم من أنه يفضل اللعب في إسبانيا في حال مغادرته للإنجليز. وختم صاحب التقرير بأن رحيل اللاعبين سيخلف حزن كبير لدى الجماهير مان سيتي، إذ نجح الثنائي في تسجيل 200 هدف منذ التحاقهما بالفريق. بين محرز يا ربي والله لا على ذيك اللاعبين هذو وين بيناتهم كاع خيسوس جابرييل راه سموه ستيرلينغ رياض محرز، يعني وين عندهم يعني محرز شحال راه مشارك في من الهدف وصناعة اهداف، هو خيسوس وكي سموه الاخر هذاك ستيرلينغ. هذيك حنا انا ما نكذبش عليكم، ماذا بيا محرز يروح للريال مدريد احسن، والله ماذا بيا تحاكى بنادم مني سيبورتي حاجه مليحه. وانا نقولها ونعاود، ريال مدريد داروا روطار نورمالمون رياض محرز كره معاهم من 2018، نقولوا من 2019 كره معاهم، خاطش علاه راحوا جابوا ذاك هازار، يعني نقولوا باللي صفقة فاشلة. هازار ما عطاش واش كان يقرعوا منه، ما متشي لليوم ما متشي كانوا يقرعوا منه هازار. على ذيك نقولوا باللي ودي اليوم وين رياض محرز يستاهل باش يكون في ريال مدريد، يستاهل يكمل كارير تاعو في ريال مدريد، ماذا بينا لعاب كبير لعاب ما تخافش عليه رياض محرز، ما تخافوش عليه. يعني كان اللي يحكموا على رياض محرز قال لك كونت كاميرون رياض محرز شادير، رياض محرز لعب لونترينر لعب خمسة زوج ثلاثة، كي جا غادي يدير لك غادي يقعد لك كيما ما ينجمش، ما غاديش ينجم، ما ينجمش يلعب يهودي يجيب بولا يلعب لك، ما ينجمش ياخذوا لعابه يكونوا يوصلوا له البولا يخلوه مرتاح. هذه كيما قالها خطرة حافظ الراجل نهار اللي بركا محرز بنت ضد زيمبابوي، قال لهم هذو هما الاساطير، قارع له في لقطة يقلب لك بارتية، في لقطة يقلب لك بارتية، قال لك هذو هما الاساطير اسطورة، انت ما تقارعلوش غادي يعاود يولي يلعب لك شاك ويلعب لك كاك ويلعب لك دو تروا سيس ويت ناف ديس. وهذا البوست تاعو باين، يعني حوس وصل له البوله وخليه يصنع الخاطر، هو يواقف يصنع لك الخاطر، هو واقف برك يصنع لك الخاطر، هذا مكان يكون واقف يصنع لك الخاطر، حاجه وحده اخرى لا. على ذلك نقولوا بلي ودي ان شاء الله بربي نشوفوا محرز يعني في نادي، الا ما كانش فانيك مانشستر فانيك راه نادي كبير، فانيك ما نكذبوش على روحنا، راه نادي في القمه، نادي كبير. على ذلك نقولوا بلي رياض محرز
اللي قاعد في مانشستر سيتي، علاش راح انا ماذا بيا يروح الرياض ولا قاعد في مانشستر سيتي؟ يعني ماهيش ازمه ولا منا، لا مانشستر سيتي يبقى نادي اللي عنده شخصيه، كسب شخصيه كبيره. خسر امام ريال مدريد، ما خسرش امام زينات ولا امام نادي ما كان والو في الاوروبا ليغ ولا هذه هي. على اللي نقولوا بلي يبقى ريال محرز يصنع الحدث دائما، وين رياض محرز يصنع الحدث، يبقى اللاعب اللي يصنع الحدث، هذه هي سايدو.